أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كان له براءتان من النار ومن النفاق، أريد أن أطبق هذا الحديث، لكن في كل أسبوع أو أسبوعين أسافر لأهلي في مدينة ثانية ولا أستطيع أن أدرك التكبيرة الأولى، بل أصلي أنا ومن معي، فكيف أحقق هذا الحديث في سفري؟ السفر مستثنى، إذا سافرت أنت مستثنى ولك نيتك، لك ما نويت إن شاء الله، والسفر عذر.